طبعا ما فيش شك انه مشوار فني كبير للموسيقار العبقري محمد الموجي، تعاون مع الكثير من الفنانين. خلينا نعرف تفاصيل هذا المشوار من ضيفنا اللي معانا على التليفون حفيده الفنان احمد الموجي. يا استاذ احمد صباح الخير عليك. صباح النور. يا اهلا بيك، منورنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك استاذ احمد. لما نيجي نتكلم عن مشوار الفني للموسيقار الكبير محمد الموجي في الكثير من المحطات الفنيه، لو حضرتك تكلمنا عنها بالتفصيل. هم كانوا كذا محطة في حياته، بدأها في بيته لما كان موجود في المحطة. أستاذ أحمد أستأذنك بس لو تغير المكان اللي أنت موجود فيه عشان نسمعك بوضوح. كده أوضح؟ تمام، اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك هم كانوا كذا محطة في حياته، من بداياته رحلة البحث عن ذاته كفنان، وبعدها لقاؤه بعبد الحليم حافظ، وبعدها بلقاؤه بالعديد من الفنانين خلال مشوار حياته لحد النهاية. يعني هو بداية هو ما كانش درس موسيقى خالص، هو كان خريج زراعة، وكانت حكاية الغنى والتلحين دي اكتسبها من الأسرة، لأن والده كان برضو عنده الحس الفني عالي جدا، فكان اكتسب الموهبة دي زي ما تقول كده بالوراثة. وبعدين هو بدأ يلحن وبيحب الغنى جدا، فأصدقائه شجعوه إن هو يقدم في الإذاعة، لكن هو قدم نفسه كمطرب الأول، فلجنة الاستماع رفضت لكن قبلوه كملحن، ومنها بدأت انطلاقة مشواره الفني. نقدر نقول إن هي دي كانت نقطة التحول، هي دي نقطة الانطلاقة للموسيقار الكبير الموجي، هي دي أول حاجة. لأن هو كان هو مقتنع بنفسه أكتر كمطرب، لكن جانب التلحين ده كان بالنسبة له هي كانت حاجة رقم اتنين، لكن يشاء القدر يعني ان يبقى نقطة التحول دي تبقى نقلة في حياته كلها بعد كده، يبدأ كملحن. تمام. طيب ما فيش شك انه زي ما حضرتك ذكرت عنده مشوار فني كبير جدا مع عدد كبير من الفنانين، لكن عنده مشوار خاص مع ام كلثوم، لو تكلمنا عنه. والله حضرتك ده كان بعد ما قطع مشوار معين، يعني هو كان لحن وكان وصل حتى لمرحلة نضوج فني، ان هو انتشر وعمل ألحان مع فنانين كتيرة جدا، والفنانة أم كلثوم طلبت منه كذا مرة ان هو يلحن لها، وهو كان يخاف ويتجنب الموقف ده تماما، لان هو فاهم طبعا قد ايه أم كلثوم قيمة وقامة كبيرة جدا في الفن والوطن العربي كله، فيعني كان دايما حاسس هو مش مستعد لحاجه زي كده. حتى حصلت مفارقه غريبه جدا، انها جابته بالامر بامر محكمه اللي هو فعلا. فهو عمل لها العديد من الاغاني بعد كده، كان اشهرها طبعا اسأل روحك وللصبر حدود. حتى هو كان وصف اللحنين دول بالذات إن في لحن منهم هو كان ماشي على نهج وأسلوب أم كلثوم في الغناء، لكن في اللحن التاني هي اللي مشيت على نهجه في التلحين، وهو ماشي على أسلوبها في الصبر حدود. كان عنده تخوف في البداية في التعامل معاها، لكنه خلاص بدأ يبدأ، يعني بدأ يطلع اللي عنده. طبعا طبعا، وده ظهر عليه في البداية، يعني لما لحن لها للصبر حدود، هو كان يعني زي ما تقول كده قريب من الاسلوب اللي هي متعوده تغني بيه، لكن في اسال روحك سلمت له نفسها تماما. ذكاء منه برضه، اقتنعت بيه. طبعا، ما هي سياسه برضه، لان هو يحاول يسايس الفنان ويعرف يفهم ابعاد صوته، يفهم يعني برضه البدايه دايما بتكون لها هيبه كده معينه، بعد ما تخلص منها بقى حر جدا في التعامل معاها، وهي كمان وثقت فيه بعد نجاح الاغنيه الاولى. طيب الموجي مع ام كلثوم غير تماما الموجي مع عبد الحليم. طبعا طبعا، في اختلاف كبير جدا. اولا هو فرق اجيال،
تاني حاجة بينه وبين عبد الحليم مش بس يعني مشوار فني مشترك ومشوا مع بعض، يعني هو نقدر نقول ان هو كان له النصيب الاكبر في رصيد عبد الحليم من الاغاني. هو كان بالنسبه له اخوه الصغير وابنه احيانا كمان، فقطعوا مع بعض مشوار طويل جدا، حتى كان ساعتها كان اتعرفوا على بعض ومحمد المكي كان لسه في بداياته، وكانت أغنية صافيني مرة كان بيحاول يقدمها لمطربين جد كتير جدا 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 وكانوا بيرفضوها. وهنا كانت نقطة التحول. كل الشكر للفنان أحمد الموجي حفيد الملحن محمد الموجي، شكرا جزيلا ليك.